الأنوركسيا أو الهوس بالطعام الصحي، وهو يعد من القائمة اضطرابات السلوك الغذائي التي تهدد الصحة بطريقة أو بأخرى. نعم، يحذر الأطباء من أن زيادة الرغبة في تناول الطعام الصحي قد تتحول إلى سلوك قهري، ويقولون أن هذا الهوس يتطور بشكل خفي مما يصعب من اكتشافه. لكن العلامات التحذيرية التي قد تدل عليه تتمثل في انشغال الفرد الدائم بنوعية الطعام الذي يختاره وبتطبيقه نظاما غذائيا صارما يضعه الشخص بنفسه. للحديث أكثر عن موضوع الهوس بالطعام الصحي تنضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتورة هبة البوادي، أستاذ في قسم تغذية الإنسان بجامعة قطر. فأهلا وسهلا بك معنا دكتورة، وصباح الورد. أهلا فيكم، صباح الخير لكم ولمشاهدين الجزيرة هذا الصباح. أهلا دكتورة. مصطلح الأرثوركسيا مصطلح جديد يتحدث عن وسواس قهري له علاقة ب يعني الشخص عندما يلجأ بشكل كبير جدا إلى الانتباه إلى نوعية الغذاء والغذاء الصحي، لو تفسرين أكثر في هذا الموضوع. بصراحة الأرثوركسيا هو من الاضطرابات خلينا نقول النفسية الجديدة اللي لغاية الآن لم تدرج ضمن قائمة الاضطرابات الغذائية السلوكية الغذائية، ولكن يعني لأنه موضوع جديد جدا، يعني بال 1997 يمكن كان أول مرة حدا بيلفت الانتباه لهيك سلوك. لغاية 2016 كان أول مرة بنحط معايير لتشخيص الأرثوركسيا. فأعتقد أنه يعني إذا أنا بدي أطلع على الموضوع من خلال بحثي بالأيام السابقة بهذا الموضوع، لقيت أنه أقرب إلى ما يكون بالوسواس أو نوع من أنواع الوسواس القهري من لأنه يكون اضطراب آخر. فإذا بدنا نحكي هو أحد أنواع الوسواس القهري. دكتورة، هل نطلق على كل شخص يكون في السوبر ماركت يقوم بعملية التسوق ويدقق في أدق التفاصيل الموجودة على العلبة أو كيس الغذاء نعتبره ممن لديهم هوس بالغذاء الصحي، أو من هم تحديدا الأشخاص الذين نطلق عليهم هذه العبارة تحديدا؟ حقيقة لا، بالعكس نحن من دائما بنشجع الناس لأنهم يقرأوا بطاقة البيان التغذوية لأنهم ينتبهوا شو اللي عم يأكلوا، لكن عندما يخرج هذا الموضوع عن السيطرة يكون بدأ في موضوع الوسواس. فيعني لأقول لك علامات الأشخاص اللي بيعانوا من هذا الاضطراب، بيكون عندهم توتر شديد، بيقضوا وقت كتير كبير من حياتهم يفكروا شو بدهم يأكلوا، كيف تحضر أكل، إذا بتقدمي لهم أي شيء لازم يسأل كيف تحضر، وبتلاقيه بتوتر فورا يعني. فإحنا إذا بلش الموضوع يزيد عن حده لازم ننتبه، لأنه زي ما حكينا حقيقة هو التطور خفي يعني، عرفتي؟ فممكن إذا الشخص أو الأشخاص اللي حوالين هذا الشخص بلشوا ينتبهوا إنه والله الموضوع طلع عن السيطرة وبدأ يدخل في مرحلة الوسواس أو الهوس، فهون لازم فعلا ننتبه. هل صحيح أنه أن هذا المرض تحديدا أكثر انتشارا لدى النساء والرياضيين؟ أكيد هو عند النساء أكثر، بس حتى الدراسات اللي تناولت موضوع خلينا نقول وبائية المرض والعوامل المؤثرة عليه ما لقت كثير عوامل تفرق بين الجنس، بس تميل النساء إلى أن يكونوا أكثر عرضة له بسن 30 عكس الاضطرابات التغذوية الأخرى. يعني بتعرف في اضطرابات أخرى زي فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي لما بوليميا أو أنوركسيا نيرفوزا، هدول بيكون بين المراهقات مثلا، هذا لا، هذا بيكون عند تقريبا سن 30 كمعدل. فبدنا ننتبه إحنا أطفالنا والمراهقين اللي عنا صاروا كتير ينهوسوا بموضوع الحميات والأكل حقيقة. طيب الآن لنتحدث الحميات والغذاء، لنتحدث الآن عن الغذاء الصحي. ما هو تعريف الغذاء الصحي الذي يزداد الحديث عنه بشكل كبير جدا، ونعلم أن هناك بعض الأحيان غذاء صحي بأهداف تجارية؟ بصراحة الموضوع صار تجاري جدا جدا، ويمكن هو بزنس بمليارات الدولارات حقيقة. وفي استغلال لحاجة الناس لإله. فالغذاء الصحي بكل اختصار هو غذاء يحتوي على جميع العناصر المجموعات الغذائية. الصبح بكل خلينا نحكي بكلمات بسيطة معلش. وقت ما نيجي ناكل نطلع على صحننا، فيه خضرة، فيه بروتين، لحمة بيضة أو لحمة حمراء أو أسماك. إذا ما في مش بالضرورة يكون في بقوليات، أجبان، يعني مصدر بروتيني بيض، زائد يكون فيه مصدر نشوي، خبز أو رز، قليل السكر، قليل الملح، قليل الدهون فقط.
يعني نحن مش مضطرين نصرف كثير ونفكر كثير لحتى نعمل غذاء صحي. إذا بنحضره بالبيت بيكون كثير أحسن، ما نلجأ للأغذية المصنعة قد ما نقدر قدر الإمكان. بس إذا دخلنا بموضوع أنه لا ممنوع ممنوع، بلشنا بقصة الهوس، فمعليش ناكل أغذية مصنعة شوي كله بس بالاعتدال، إنه ما يزيد الموضوع عن حده. لا تدال في كل الأمور. دائما هنالك الإشكالية أو العذر الذي يتكئ عليه الأشخاص ممن يقولون أن الأكل الأغذية الصحية أو الوجبات الصحية دائما هي الأغلى سعرا، عندما يودون شراء المنتجات لإعداد وجبة صحية تكون المنتجات الصحية هي الأغلى سعرا. في هذه الحالة ما هي النصيحة التي نستطيع أن نقولها لمن يقول هذا الأمر حتى يتم التركيز أكثر على الصحة أكثر من الأمور المادية؟ أسماء، هذا الحكي صحيح إذا بنلجأ مرة ثانية للموضوع التجاري، فما نقعد نركض وراء والله هذا جلوتين فري، والله هذا ما نركضش وراء هالأمور هاي اللي حقيقة صارت مرتبطة بالسوشيال كلاس كمان، يعني صارت مرتبطة بموضوع أنه أنا حدا أرقى وحدا بنتمي للطبقة العالية إذا صرت أنتبه أكثر. هذا الحكي كله خطأ. طعام الصحي يمكن اللي كانوا يأكلوه ستي وسيدي وإمي كثير صحي أكثر من هلأ، وتكلفته غير يعني لا تقارن، عرفتي بتكلفة الطعام الصحي اللي نحط تحت مسمى طعام صحي تجاري. فنرجع مرة ثانية للزيتون اللي نحن عملناه بالبيت، وللبندورة وللزعتر وللأمور البسيطة، والله هذا صحي كثير وفعلا مش مكلف ابدا ابدا. يعني نرجع للبساطه، لاكل محضر بالبيت لو كان بسيط. نعلم اولادنا، انا يعني بالبيت حتى يمكن بعلم اولادي ياكلوا الاكلات اللي كنا ناكلها زمان، برغل مع بندوره وكوسه مع بندوره، الاشياء البسيطه كثير 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 اللي محضره بالبيت، هذا هو اللي بدنا نتعود عليه ونغذي المفاهيم المراهقين انه هذا هو الصحي، مش الموجود على رفوف السوبر ماركت ومعنون على انه صحي. تحدثينا عن موضوع له علاقه بالطبخ والوجبات التي تحضر داخل المنزل، لكن ما هي الاخطاء التي ربما قد ترتكب ويصبح هذا الغذاء غير صحي؟ يعني هي اكيد اخطاء متعلقه بتحضير الطعام، فاحنا بنفترض انه اولادنا بحبوا المالح اكثر، نفترض انه اولادنا بحبوا الحلو اكثر، فبنقوم زائد عم نضيف كثير بالطبيخ، كريمه، زبده، كل الوصفات اللي هلا طالعه فيها هالقصص، ومايونيز يعني بلي معلش، زيت الزيتون مره ثانيه، مش عم بحكي انه نكثر من استخدام زيت الزيتون، بالنهايه زيت الزيتون هو كمان دهون، بس نحضر اطعمه بزيت الزيتون قد ما نقدر، بزيوت نباتيه قد ما نقدر، نبعد عن الدهون الصلبه، عن الكريمات، عن هاي القصص. للاسف معظم الوصفات اللي على الموضه الاضافات على الموضه فيها هالمكونات. يعني هذه الوصفات هي غير غذاء غير صحي؟ طبعا بامتياز صحيح. عملية التسويق الآن تعتمد على إيهام الشخص أنه يحتاج إلى هذا المنتج وهذا المنتج وذاك المنتج، فإذا هل نضع أو نوجه إصبع الاتهام على الإعلانات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف عامة وفي التلفاز دائما أن المستهلك يحتاج إلى تناول هذه الأغذية؟ والله إنك يعني هذا الموضوع بوجع لي قلبي أنا عن جد، وحطيت إيدك على الجرح. للأسف وسائل الإعلام اللي غير مسؤولة، خليني أقول تستضيف في بعض الأحيان ناس غير متخصصة، وسائل التواصل الاجتماعي أعطت منصة للناس اللي عندهم قدرة على التسويق التجاري بأنهم يطلعوا يحكوا، يعني بيشوف أشياء مرات ما بتقبلها عقل صراحة بطريقة الترويج، والناس بتآمن، الناس عندها حاجة. المشكلة أنه مرات يعني بموضوع الأرثوركسيا مين أكثر عرضة؟ الناس اللي عندهم مرض مزمن بالعيلة، بيبدوا بدهم يصيروا أو فقدوا حد عزيز نتيجة مرض مزمن بالعيلة، فبتصيروا بدهم ينتبهوا أكثر، شوف نتيجة حاجة فيستغلوا. فإحنا بدنا ننتبه أنه يعني هاي مسؤولية، وبرنامج زي برنامجكم صراحة وقناة زي قناة الجزيرة بتحط يعني مرات إيدها على مواضيع زي هيك، فتشكروا صراحة. فالتوعية التوعية ثم التوعية. هذه التوعية كيف تكون؟ ما هي الأساليب والأدوات التي يجب أن تتبع؟ يعني هناك دور للإعلام، ما هو دور الأطباء يعني المتخصصين الجامعيين في هذا الأمر؟ نعم، هلأ لازم نركز كثير على موضوع الإرشاد
النفسي التغذوي أو الإرشاد السلوكي التغذوي. نبدأ من المدارس، نبدأ من مراحل مبكرة، يعني نوعي خلينا نقول الجيل اللي جاي، إذا حسينا إنه في بلش الموضوع يدخل مرحلة الاضطراب بالمدرسة، ما في مرشدة ممكن ندرب هالمرشدة كيف تقدر تحكي وتنصح، خلينا نقول المراهقين هم أكثر فئة حرجة، خلينا وبوقعوا بمصيدات هيك ترويج إعلاني. ففي على عدة مستويات، مستوى فردي على مستوى مجتمعي وعلى مستوى الإعلام أيضا. إذا تحدثنا عن المدارس، المقصف المدرسي، في هذا المقصف يتم بيع العديد من المنتجات الغذائية وأيضا المشروبات الغازية أحيانا، في بعض الدول بالتأكيد يمنع هذا الأمر نهائيا، وفي دول أخرى يباع كل ما لدى وطاب لهذا الطالب المدرسي. الإشكالية التي قد يعاني منها الطفل من تناول هذه الأغذية، وما هي الرسالة للجهة التعليمية الخاصة بهذه المدارس؟ أنا بقدر أقول إنه مديريات التربية والتعليم في كتير دول هلأ صارت عم تنتبه. بقدر أحكي يمكن عن قطر لأنه يعني أنا على اطلاع، صار في تقييد تماما. لسه عنا شوية مشاكل صغيرة بس مسك موضوع المقاصف المدرسية بشكل كتير كبير. بدول أخرى حتى في المنطقة كمان صاروا عم ينتبهوا كتير، ولكن للأسف في بعض الدول لساتها متأخرة في هذا المجال. نأمل أنه ما هي يتم ضبط. شوفي أقول لك، الطفل أصلا هو بالبيت مسيطر عليه لأنه اللي موجود بالبيت هي الأم اللي بتشتري، فنتمنى طبعاً تكون الأم عارفة شو تشتري، بس بالمدرسة ما بتقدر بيشتري المتاح بدون رقيب ولا حسيب، بيشتري المتاح. فإحنا نأمل طبعاً على المدارس أنها تشعر شوي بهذه المسؤولية إذا ما كان في رقابة من جهات وزارة التربية والتعليم. هذا ضرورة ما تحدثتي عنه أن يكون هناك شخص مختص داخل المدرسة يهتم بهذا الأمر، لأن يعني في نهاية المطاف الطفل والمراهق لا يلام في كثير من هذه الأحيان لأنه يختار ما يشعر أنه لذيذ بالنسبة له بغض النظر عن القيمة الغذائية وكان غذاء صحيح أم لا. تأثير رفاقه بهالمرحلة العمرية كتير أقوى من تأثير الأب والأم، فإحنا بدنا نتأكد أنه ما يتاح بالمدرسة يكون صحي. إذن يجب الانتباه وأيضا الأكثر من ورش التوعية للطلاب المدارس وأيضا للكادر التعليمي ليتم التثقيف أكثر فأكثر. الدكتورة هبة البوادي، أستاذ في قسم تغذية الإنسان بجامعة قطر، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم. أشكركم. شكراً.